السلام عليكم ورحمة الله إخواننا الكرام. توقفنا في الفيديو السابق في قول المؤلف الشيخ مشهور حفظه الله تعالى: فإن قلت إذا كان هذا السبب كما زعمت من الغموض والدقة ووقوع كثير من المنصفين فيه وهم لا يشعرون، فما أحقه بالبيان وأولاه بالإيضاح وأجدره بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه وينجو منه المتهافتون إليه. معنى هذا الكلام هنا الشيخ رحمه حفظه الله تعالى في سياق بيان بعض الأخطاء وبعض الأعذار الذي بعض الأعذار أولى من قولنا الأخطاء، بعض الأعذار وبعض الأمور التي يقع فيها من يستدل بقواعد الأصول الفقهية ويقدمها على الأدلة الكتاب والسنة. هنا الشيخ يعذرهم ويلتمس لهم العذر، فقال: فإذا كان هذا السبب، أي سبب وقوع هؤلاء الناس وهؤلاء المجتهدين وهؤلاء العلماء في تقديم الدليل الأصولي على الكتاب والسنة ووقوع كثير من المنصفين فيه وهم في حالتهم نيتهم صادقة وقلبهم جيد وعلمهم نظيف، يريدون الوصول إلى الحق، منصفين يريدون أن يعرفون الحق، ولكنهم لم يشعروا وهم لا يشعرون، أي لا يعرفون ما هو الحق في استدلالهم بتلك الأدلة، فما أحقه بالبيان؟ قال: ضروري علينا أن نبينه. وهذا هو مقصود الشيخ، أي هذا هو هؤلاء الناس الذين كانت نيتهم صافية، هم الذين قدموا الدليل العقلي على الدليل النقلي، أحق بالبيان وأحق بإيضاح سبب تقديمهم تلك الأدلة العقلية على الأدلة النقلية، وأولاه بالإيضاح لأنه هم أحق أن يبين قولهم من العلماء الآخرين الضالين الذين يقدمون العقل على النقل متعمدين وباعتقاد فاسد وباعتقاد مخالف ومنحرف، أولئك لا نتكلم عليهم، لا يقصدهم الشيخ، وإنما يقصد الشيخ هنا الذين يقدمون العقل والأدلة النقلية والأدلة العقلية والقواعد الأصولية على الكتاب والسنة، وهم في ذلك عندهم نية حسنة وهم في ذلك صادقون. هؤلاء هم أولى بالإيضاح وأجدروا بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه، أي حتى يتبين ذلك الكشف وذلك الإيضاح ويتخلص ونتخلص أو يتخلص أي أحد من ذلك التعصب ويتخلص من وقع في ذلك الانحراف وذلك التعصب المقيت وينجو منه المتهافتون إليه. قلت، أي الشيخ، اعلم أن ما كان من أصول الفقه راجعا إلى لغة العرب، هنا في السياق يبين ما هو أصول الفقه الذي يمكن أن مثلا أن يقدم على الأدلة إذا لا يوجد دليل ولا يوجد نص لا في الكتاب ولا في السنة، ووجدت لغة العرب ووجدت القواعد الأصولية والأدلة الأصولية، ففي هذه الحالة إذا تعارض تقدم لغة العرب على أصول الفقه وعلى القواعد الأصولية، لأنه قال: أما ما كان من أصول الفقه راجعا إلى لغة العرب. هنا هذه علم أن ما كان هنا هذا الكلام عبارة عن صنف الثاني من الناس من التأليف الذي من علماء الذين يؤلفون في علم أصول الفقه. من قبل ذكرنا العلماء الذين يؤلفون في أصول الفقه الذين يقدمون الأدلة بحجة التأليف في أصول الفقه، الأدلة العقلية بحجة التأليف في أصول الفقه، ويظنون أنها هي الصواب. وهنا أنه يوجد من يؤلف في علم أصول الفقه كما ذكرنا سابقا من مؤلفات علم أصول الفقه الذين يؤلفون في علم أصول الفقه بناء على اللغة العرب،
فهؤلاء هم الذين يقصدهم الشيخ في هذه العبارة، ما كان من أصول الفقه راجعا إلى لغة العرب، فهؤلاء لغة العرب هي التي تقدم على تلك القواعد. وإذا تعارضت القاعدة مع لغة العرب نقدم لغة العرب، لأن لغة العرب نزل بها القرآن، وهي اللغة السليمة التي يمكن أن يفهم بها الدين ويفهم بها الشرع، وليس القواعد الأصولية التي يفهم بها الشرع. فإذا وجدت اللغة العربية ووجدت القاعدة الأصولية نقدم اللغة على الأصل الفقهي رجوعا ظاهرا مكشوفا، أي نرجع إلى تلك اللغة العربية رجوعا ظاهرا، أي بينا وواضحا مكشوفا. مثال ذلك كبناء العام على الخاص، هنا بناء العام على الخاص، أي نرجع إلى نعمل بالخاص ولا نتقيد بالعام، لأن العام يحتمل عدة أوجه ويحتمل عدة معاني، والخاص هو الذي يبين مجمل العام ويبين عموم العام، فلا يعمل بالعام إلا بوجود الخاص. مثلا تجد هنا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هنا لفظ عام يشمل كل مطلقة، لأنه هنا عندنا الألف واللام التي تشمل العموم وتشمل الشمول، فكل مطلقة إذا لم نرجع إلى اللغة العربية فهي تتربص بعد طلاقها وتمكث في بيتها ثلاثة قروء. وهنا اختلافا في القرء هل هو الطهر أو الحيض، وليس هذا وتفصيله. إذن هذه دلالة عمومية، ثم يخصصها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أو في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هنا الآية التي في الأولى أي مطلقة سواء دخل بها أو لم يدخل بها، أما الآية الثانية تخص المطلقة التي لم يدخل بها، فإذا طلق الرجل زوجته التي لم يدخل بها فهذه ليس لها عدة، لأن الله تعالى قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن ليس كل مطلقة تعتد بثلاثة قروء. وهنا دليل العام، هذا الدليل عام خصص بالدليل الخاص وهو اللغة العربية، هذا هو الدليل الخاص عبارة عن اللغة العربية. هنا مقصود كلام الشيخ حفظه الله تعالى ما كان من أصول الفقه راجعا إلى لغة العرب، أي لغة العرب. وهنا هذه الآية الكريمة فتقدم اللغة العربية، وهي المقصود بالشيخ قوله الخاص، أي يقدم الخاص هنا على العام، على هذا الدليل العام، لأنه يعمل بالخاص ويعمل بالخاص وفق الدليل العام، فالدليل العام هو القاعدة الأصولية والدليل الخاص هي لغة العرب. وهنا ليس نحن في سياق شرح إعمال العموم مع وجود الخصوص، أو شرح هل يعمل العام ويبقى هو العام يبقى على عمومه أو ما من عام إلا وقد خصص في هذه القاعدة، ليس لا نشرحه الآن، وإنما نشرح فقط هنا كلام الشيخ حتى يتضح المقال ويتضح البسط والكلام عن المسألة. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى مما يرجع فيه إلى لغة العرب ولا يعتمد على القاعدة إذا ورد تعارض بين القاعدة واللغة العرب، مثلا القاعدة هنا المطلق ولغة العرب المقيد. هنا قال وحمل المطلق على المقيد، أي يرجع إلى اللغة العربية وهي المقصود بالشيخ المقيد، ولا يعمل بالمطلق وهو الدليل الأصولي العام. مثلا تجد هنا قوله تعالى في الشيء المطلق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق هنا والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيديهما هنا السارق عام هنا أي سارق، وأيديهما أيضا هنا مطلق، فهل نقول أن أي سارق تقطع يده؟ لا، هذه مغالطة،
وإنما الصحيح أن يقال أن اليد التي تقطع وهي ما جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع إلا من مكان معيد في اليد اليمنى، وهي السنة التي قيدت معنى اليد، لأن اليد عبارة عن تسمية عامة تشمل الرسخ وتشمل اليد المرفق وتشمل الساعد وتشمل اليد، كلها تشمل هذه الأقسام، فأيهما المقصود بالآية؟ نرجع في ذلك إلى السنة الشريفة هي التي قيدت لنا معنى اليد، والسنة هنا مقصود بها عند الشيخ حفظه الله تعالى المقيد، وهو المقصود بلغة العرب عند كلام الشيخ حفظه الله تعالى، فيعمل هنا بالمقيد وهو لغة العرب ولا يعمل بالمطلق. نقول هنا لغة العرب هي ما قول الشيخ هنا قد جاءت السنة، أي هي لغة العرب، والمطلق وهو الأيدي، فلا نعمل بأيديهما وإنما نعمل بما جاء في السنة وهو القطع في اليد اليمنى التي جاءت بها السنة مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل. أيضا عندنا مثال آخر في تقديم اللغة العربية على القاعدة الأصولية في قول الشيخ: ورد المجمل إلى المبين، أي المبين هو الذي يعمل به ولا يعمل بالمجمل، المبين وهو اللغة العربية والمجمل وهو القاعدة الأصولية. من بين ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة هي اللفظ المجمل أقيموا، وآتوا أيضا لفظ المجمل. كيف تكون هذه الإقامة؟ هنا عندنا دليل وقاعدة أصولية وهو الأمر. كيف تكون الإقامة؟ تكون الإقامة بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك تكون الزكاة في المقدار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الحج في قوله في الله تعالى فرض الحج، ولكن الحج نعمل بما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث قال: خذوا عني مناسككم. إذن هنا يعمل باللغة العربية وهي القول المؤلف حفظه الله تعالى المبين هنا في هذه الآية، وهي صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الزكاة مقادير الزكاة معينة، وفي الحج قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. إذن لا نعمل بالدليل المجمل، الدليل المجمل لا يعمل به، وإنما تقدم اللغة وهو مقصود الشيخ المبين. قال الشيخ أيضا: وما يقتضيه الأمر والنهي، نفس الشرح العبارات السابقة ونحو هذه الأمور، نفس الشرح: حمل المطلق على المقيم، والمجمل لا يعمل إلا بالمبين، والعام لا يعمل إلا بالخاص. قال الشيخ: الواجب على المجتهد أن يبحث عن مواقع الألفاظ العربية، أي يعمل اللغة العربية ولا يتبع تلك القواعد الأصولية وموارد كلام أهلها وما كانوا عليه في مثل ذلك، فما وافقه فهو الأحق بالقبول والأولى بالرجوع إليه. فإذا اختلف أهل الأصول في شيء من هذه المباحث، أي مباحث اللغة العربية، كان الحق بيد من هو أي مباحث أصول الفقه كان الحق بيد من هو أسعد بلغة العرب، فلغة العرب هي التي تقدم على القواعد الأصولية. ثم قال: هذا على فرض عدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك. كل هذا الشرح إذا وجدت لغة العرب ووجدت القاعدة الأصولية ووجد دليل شرعي، كل هذا الشرح يبطل كل هذه القواعد، يبطلها الدليل الشرعي البين الواضح. طبيعة ليس الدليل العام ولا الدليل المطلق ولا الدليل المجمل، الدليل الشرعي واضح الدلالة واضح الثبوت. فإذا ورد هذا الدليل الشرعي واضح الدلالة وارد الثبوت ووردت لغة العرب وجاءت القاعدة الأصولية، فيقدم هذا الدليل الشرعي ويضرب بتلك اللغة العرب وتلك القاعدة الأصولية عرض الحائط. ليس المقصود بالدليل الشرعي هنا المجمل والمبين والمطلق، وإنما يجب علينا أن نوضح كلام الشيخ هنا حفظه الله تعالى. أيضا نتوقف إخواننا الكرام في هذا الفقرة في هذه العبارة حتى لا يكون الفيديو طويلا إن شاء الله،
ونواصل معكم مع بداية من قول الشيخ حفظه الله تعالى: فإن وجد فهو المقدر على كل شيء، فهو المقدر على كل شيء. إلى الفيديو القادم إخواننا الكرام، وشكرا لكم، ونتمنى من الله تعالى الإخلاص والقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.